السلام عليكم مشاهدينا الكرام، تحية طيبة لكم أينما كنتم في تونس وخارجها. لن يبرأ حكام العرب من ذنوب الشعوب أو من ذنوبهم فيما يفعلون بالشعوب. ربما الحجر يذوب، ربما يحمل ماء في إناء فيه ثقوب، ربما مجرم يبرأ فيتوب الله على من يتوب، لكن لن يبرأ حكام العرب وعساكرهم وأمنهم من ذنوبهم فيما يفعلون بالشعوب. مرحبا وأهلا بكم إلى موجة أخرى.